سنقول لأولئك الطواغيت والمجرمون: لا تخيفنا ضرباتكم ولا طائراتكم ولا دباباتكم ولا بوارجكم، فنحن والله لكم بالمرصاد. هذه رسالتنا للأمريكان والبريطانيين ولليهود، إننا ثابتين وسنقف وسنقاتلهم سواء في البحر أو في البر أو في الجو. خرجنا لكي نقول للأمريكي والإسرائيلي: نحن مع أخوتنا الفلسطينيين من داخل قلوبنا، وجاهزين حتى نقدم آخر واحد في اليمن، وكلنا مستعدون.